سيليا البكية والله العظيم. شي واخا كاع زعما واخا من والو كنصنع ليها شي حاجه غير باش كنبغي نبين ليها انني راه ما ناسياهاش وما عمرني ما غادي ننساها. وقلت لك بلا بي انا بلا بيها هي راني والو والو حتى شي حاجه والو والو والله ما لا لا تفرقت معها يي تفرقت معها غير الصباح ما عرفتش بغيت نقول لها كنبغيك واخا نبقى نهضر ما نقدرش نقول لك قداش كنبغيها وقداش عزيزه عليا هز عليا واحد الحمل اللي هو ثقيل وثقيل بزاف وكتخمم ليا وكتسول عليا وكتشوفني هزه شاده الطريق وحق الله الا ما عيطاتش الخمسة الصباح ثلاثة الصباح وانا في الطريق حيت كنخدم وكنرجع في حالي وانا في الطريق كيصوني التليفون الو فينك واش الدنيا هانيه واش هادي واش هادي بغيت نقول لها الله يسمح لي منك والله يخليك لي والله يطول لي في عمرك وانتم متعمدين ديما في ما شوف تي في خصني نبكي اي 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 لا ما نقدرش لهلا يدير داك النهار ولا ما نقدرش ما نكذبش عليك بركه غير ما عنديش با بركه غير فقدت تبه ونزيد لا 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 يديرها عاد بلا مشطراجي ما كنبغيش نفكر في شي حاجه اللي هي خايبه واخا ما كنخاف من حتى شي حاجه وحاجه واحده اللي كنخاف منها وكنموت منها هي المستقبل ما كنعرفش الايامات اشنو مخبيه لي واخا كلشي بيد الله سبحانه الا هو ما عرفتش تقدر تفاجئ بشي حاجه والله اعلم ما عرفتش الحمد لله الحمد لله على كل شيء.